هذا الفيديو غادي نخدمو على لي بوينتور. اولا غادي نعرفو علاش كنستعملو لي بوينتور في لونغاج سي، من بعد غادي نشوفو كيفاش ممكن نديرو لا كرياسيون ديال واحد البوينتور على واحد الفاريابل، وغادي نشوفو اشنو هما لي زوبيراسيون اللي ممكن ندير على هاد البوينتور وعلى هاد الفاريابل. في الجزء الثاني ديال هاد الفيديو غادي نشوفو الفرق بين الباساج بار فالور والباساج بار ادريس والعلاقه ديالهم مع البوينتور. في الجزء الاخير ديال هاد الفيديو غادي نشوفو العلاقه بين لي بوينتور ولي طابلو، غنشوفو كيفاش ممكن نتحكم في واحد الطابلو ونيتيليزون واحد البوينتور، وكذلك لي زوبيراسيون اريتميتيك اللي ممكن نطبق على هاد البوينتور. كذلك في هاد الفيديو غادي نخدمو على 5 ديال لي زيكزيرسيس باش تزيدو تفهمو وتعمقو المعارف ديالكم في الاستعمال ديال لي بوينتور. هالي سي بارتي. هذا هو الفيديو رقم 16 في هذه السلسله ديال الدروس وديال التمارين ديال لونغاج سي. في هذا الفيديو غنشوفوا واحد المفهوم كاين في لونغاج سي وكذلك في لونغاج سي بلس بلس اللي هو لي بوينتور. قبل ما نبداو التعريف ديال لي بوينتور غادي نبداو بهذه الاكتيفيتي هذه. في هذه الاكتيفيتي غادي نحاولوا نعرفوا كيفاش كي اكزيكوتاو لي زابليكاسيون داخل ديال الاورديناتور. لي زورديناتور اي ابليكاسيون كيكون ستوكي في طبيعه الحال كيكون ستوكي في الديسك دور، ولكن فاش كنلونسيه فاش كنحل داك لابليكاسيون كيمشي كيجلس في لاغام. مثلا فاش كنحل واحد لابليكاسيون بحال مثلا بابجي، بابجي شنو كدير؟ كتبقى عليها كتمشي كتريزيرفي واحد ليسباس في الميموار. مثلا يقدر يكون كبير الا كانت لهاد الجوج كتبغي الميموار، يقدر يكون صغير مثلا بحال مثلا فايرفوكس او لا فوتوشوب يقدر ياخذ واحد ليسباس اللي هو كبير، او لا مثلا الوورد حتى هو كياخذ واحد ليسباس في لا ميموار رام ديال لورديناتور. لا ميموار رام كتسمى اوسي ميموار فيف. علاش ميموار فيف ولا بالعربيه الذاكره الحيه؟ يعني انها كتخدم فاش لورديناتور كيديماري، اولا بلو بريسيزمون فاش كنلونسي واحد لابليكاسيون فاش كيخدم لورديناتور. داك لابليكاسيون كيمشي كيجلس في لاغام ديال لورديناتور وكيريزيرفي واحد ليسباس. فاش كنطفي لورديناتور وكنعاود نشعل ما غاديش نلقى هاد لي لوجيسيل. اولا باش تفهموا اكثر، مثلا فاش كنكتب واحد لو تيكست في الوورد، نفترض انني طفيت البيسي وشعلته ما غاديش نلقى داك لو تيكست الا ما درتش ليه اونغوجيستري. دونك علاش؟ لانه فاش كان خدام الوورد كان كي ستوكي تيمبوريرمون المسائل ديالو في لا رام. هادشي علاش مثلا الا حيت بابجي اوتوماتيكمون غتمشي من لا رام، سديت الفوتوشوب اوتوماتيكمون غادي يمشي من لا رام وغادي تليبيغا ليسباس ديالو من لا رام ديال لورديناتور. ضروري نفهمو الوظيفه ديال لا رام حيت غادي تعاوننا نفهمو لي بوينتور من بعد. باش نفهمو البوينتور غادي نبداو بهاد الاكتيفيتي. فهاد الاكتيفيتي عندي واحد دو فونكسيون، فونكسيون مين او فونكسيون ايشونج في واحد البروغرام. هاد لو دو فونكسيون بحال عندي جوج ديال لي بروغرام. فاش كنلونسي لا فونكسيون مين وبالضبط فاش كنريزيرفي واحد ليسباس ل ا وكنحط فيه قيمه واحد، وكنريزيرفي واحد ليسباس ل بي وكنحط فيه قيمه جوج، بحال الا خديت في الفونكسيون مين خديت هاد ليسباس هذا، من بعد ريزيرفيت واحد ليسباس ل ا وريزيرفيت واحد ليسباس ل بي وحطيت فيهم هاد جوج ديال لي فالو. فاش غادي نبين افيشيهم كتافيشي لي في ليكرون قيمه واحد والقيمه جوج. دابا الا عيطت على لا فونكسيون ايشونج، هاد فونكسيون ايشونج باش نفهموها بحال واحد لوجيسيال اخر، يعني كيمشي كيريزيرفي واحد ليسباس اخر في لا ميموار ديال لورديناتور. ابخي حتى هو في دو فاريابل اللي هما اكس و ايكغيك، يعني القيمه ديال اكس كنكوبيوها كنديرو هنا كوباج يعني اولا كناخدو لا فالور ديال ا اللي هي في الحاله واحد، والقيمه ديال ايكغيك حتى هي كنديرو ليها الكوباج اولا كناخدوها من القيمه ديال بي. هادشي علاش الفونكسيون ايشونج هاد لابيل اللي درنا ليها كيتسمى ابيل باغ فالور او لا باساج باغ فالور. يعني هزينا لي فالور ديال ا و بي وحطيناهم عطيناهم اكس و ايكغيك دونك في داك ليسباس الاخر ديال لا ميموار، ومن بعد كنديكلاريو الفاريابل تومبوار وكيتافيكتيو ليشونج ديال لي دو فالور. الوغ دابا في اكس عندي القيمه ديال بي وفي ايكغيك عندي القيمه ديال ا، ولكن فاش غادي يسالي اكزيكسيون ديال هاد الفونكسيون اوتوماتيكمون داك ليسباس ميموار ديالها كيمشي من لا رام، وبالتالي فاش غادي نبغي نافيشي لا فالور ديال ا ولا فالور ديال بي غادي يبقاو كيما هما، يعني ما غاديش ايشونجا. اشنو كيطرا ريالمون في لا رام ديال الاورديناتور؟ كيكون عندي ليسباس ديال ا وليسباس ديال بي باش كنرمزو ليهم سوسون دي زادريس، لي زادريس كيكونوا مكتوبين بالكود اسكي. كذلك ليسباس ميموار ديال بي لادريس ديالو بالكود اسكي. ابخي فاش كنعيط على لا فونكسيون ايشونج حتى هما هاد لي 3 فاريابل عندهم دي زادريس لي هما ديفيرونت على لي زادريس لي كنا شفنا، وبالتالي فاش كن اشنو كيطرى هنا؟ كيطرى لي شونج اونتخ لي زادريس ديال ا و بي لي كاينين في لوتر فونكسيون. هادشي ما كيأثرش على لي فالور ديال ا و بي لي كاينين في لا فونكسيون مين. الوغ باش نحلو هاد المشكل خصنا نخدمو بالباساج باغ ادريس. اشنو هو الباساج باغ ادريس؟ عوض ما ندير لي فالور ديال ا و بي عاديين كنزيد قدام ا
l'adresse de A ou قدام B l'adresse de B. Donc اشنو كيطرا exactement في la mémoire de l'ordinateur كيما قلنا عندنا variable A ou variable B هما deux variables عند كل واحد عنده l'adresse ديالو. من بعد فاش كنمشي نعيط على la fonction échange انا الا شفتو échange les variables x y ما خليتهمش عاديين ولكن زدت لي قدامهم دي زيتوال. هذا المعنى ديالو هو اش؟ هو ان فاش كندير ايطوال يعني اكس كيكون كي بوينتي على الفاريابل ا وبالتالي اشنو غادي يطرا الا واحد الفاريابل كي بوينتي على واحد الفاريابل اخر يعني داك الفاريابل فيه لادريس ديال الفاريابل الاخر. هنا الا شفتو مزيان الفاريابل اكس فيه لادريس ديال الفاريابل ا وبالتالي اكس كيتسمى بوينتر كي بوينتي على لا فالور ديال ا و واي حتى هو كي بوينتي على لا فالور ديال بي. من بعد فاش كنمشي نديكلاري واحد فاريابل اخر اللي هو تومبورير دونك كتريزيرف عليه واحد ليسباس اخر ومن بعد فاش كنمشي للتومبورير غادي نافيكتي ليه القيمه ديال اكس هنا باش ندخل القيمه ديال ا دونك حيت الا هزيت عطيتو اكس غتعطى لادريس اللي كاينه في اكس اللي هي مثلا في هذه الحاله 0 اف 1 ولكن باش نعطيه واحد كنزيد قدام اكس كنزيد ايطوال وبالتالي غادي نلقى في هذه الحاله في التومبورير غادي نلقى فيه القيمه واحد. دونك باش نفهمو اكثر دونك عندنا كما قلنا اكس ايغريك تومبورير ا او بي. من بعد فاش كنمشي لاكس هنا في هذه الحاله كنقولوا ايطوال اكس فاش كنقولوا ايطوال اكس يعني القيمه ديال ا ماشي القيمه ديال اكس القيمه ديال ا دابا غادي تبدل شنو غندير فيه ايطوال ايغريك يعني القيمه ديال بي اللي هي في هذه الحاله جوج دونك غادي نافيكتيو جوج لا واخيرا كنمشي للتومبورير يعني لا فالور علاش كي بوينتي ايغريك وغادي نديرو فيها القيمه اللي كان في التومبورير اللي هي في هذه الحاله واحد. ومن بعد فاش غادي تسالي ليكزيكسيون ديال هاد لا فونكسيون وغادي نافيشيو لا فالور ديال ا ولا فالور ديال بي غادي نلقاو انهم ايفيكتيفمون تشونجاو. هذا هو واحد من لي زيكزامبل علاش كنستعملوا لي بوينتور باساج بار ادريس او باساج بار فالور اللي غادي نرجعوا ليه من بعد في هاد الفيديو هذا. دونك كان الهدف هو تفهموا اولا علاش نستعملوا كنستعملوا لي بوينتور. دابا غنجيو نشوفوا لا ديفينيسيون ديال لي بوينتور اشنو هما. كما قلنا لي زابليكاسيون اللي كنحلوهم كيتحلوا في لا ميموار رام ديال لورديناتور. اشنو هي لا ميموار رام؟ لا ميموار رام دايره بحال واحد المجموعه ديال لي كاز الكاز الاولى الكاز الثانيه بحال مثلا في لابوست كتمشي وكتلقاو مثلا الكاز الاولى الكاز الثانيه كل كاز شنو عندها؟ عندها واحد النيميرو او لا في هذه الحاله عندها واحد لادريس باغ اكزومبل هذه هي لا رام ديال لورديناتور. دونك هنا كتشوفوا لي كاز وكل كاز عندها واحد لادريس. فاش كنجي مثلا كنديكلار واحد الفاريابل او كنافيكتي لي جوج هاد لا رام شنو كدير؟ كدير عشوائيا كتختار واحد من هاد لي كاز مثلا غتاخذ لا كاز اللي لادريس ديالها واحد ا 4 وشنو كدير فيها؟ كدير فيها القيمه جوج. كيفاش كنديكلار واحد بوينتور؟ بوينتور كنديكلاري بالطريقه التاليه. اولا كندير انت ايطوال بي دونك لورديناتور شنو غادي يقول؟ غادي يقول هذا بوينتور يعني فاش غادي نبغي نخدم بهذا البوينتور خصني نافيكتي ليه لادريس ديال واحد الفاريابل اخر وداكشي اللي غادي نديرو دابا. البوينتور نورمالمون كيما قلنا حتى هو عنده واحد لاكاز ديالو مثلا في هذه الحاله واحد بي 5 ولكن اشنو غادي يكون في واحد بي 5 كيما قلنا في الشرح غادي تكون لادريس ديال الفاريابل ا اللي هي واحد ا 4 فوالا. هنا اشنو درت دابا باش كنديكلاري واحد البوينتور دونك كيما قلنا كياخذ واحد ليسباس ميموار ولكن فاش كندير لافيكتاسيون كنعطي البي لادريس دو ا دونك اوتوماتيكمون كيطرا في بي كتكون لادريس ديال الفاريابل ا. دابا عندنا واحد الفاريابل اللي هو بي كي بوينتي على واحد الفاريابل اخر اللي هو ا او لا بواحد التعريف اخر بوينتور هو واحد الفاريابل كي كونتيان يعني فيه لادريس ديال واحد الفاريابل اخر. دابا غادي نشوفوا كيلكو les opérations غادي نحاولوا نديروهم. غادي نبداو بهاد لوبيراسيون ديال لافيشاج برينت اف بورسونتاج دي ايطوال بي. دونك اشنو كتافيشي هادي؟ فاش كندير ايطوال بي يعني كنافيشي لو كونتوني ديال داك الفاريابل علاش كي بوينتي بي. شنو هو الكونتوني ديال داك الفاريابل علاش كي بوينتي بي؟ القيمه ديالو هي جوج. فاش كندير لوبيراسيون سويفونت كنمشي ايطوال بي كنعطيها 85 اشنو كيطرا؟ لو كونتوني ديال داك الفاريابل علاش كي بوينتي بي كتبدل يعني اشنو اللي فيها ديجا كاينه فيها جوج ولكن ابخي ليكزيكسيون ديال اللالين القيمه ديال ا غادي تبدل غادي تولي هي 85. الوغ دابا باش تفهموا اكثر غادي نحاولوا نديروا لافيشاج ديال هاد لي لين اشنو غادي تافيشا في كل لين. غادي نبداو باللين الاول هذا. الا درت برنت اف بورسونتاج دي ا هنا اوتوماتيكمون غادي تقولوا لي ان اللي غاتافيشا هو 85 دونك هادشي اللي غاطرا. الا مشينا للثاني بورسونتاج دي ايطوال بي اشنو غادي تافيشا؟ تافيشا القيمه حتى هي 85 القيمه علاش كي بوينتي بي. الا مشينا
السطر الموالي درنا لادريس دو ا. هنا لاحظوا مزيان ان سبيسيفيكاتور دو فورما ما بقاش دي, درنا بورسونتاج بي. الا درنا بورسونتاج بي كيفهم لورديناتور ولا لونغ سي اننا بغينا نافيشيو لادريس ديال واحد الفاريابل, هنا اوتوماتيكمون غادي يافيشي ليا واحد ا 4 مثلا. غنمشي دابا لبي, كما كتلاحظوا ما درتش ايطوال وما درتش اي كوميرسيال, يعني بغيت نافيشي اشنو كاين في ديك لاكاز بي. نورمالمون شنو فيها كما غادي تعرفوا ان فيها لادريس ديال الفاريابل ا. باش نافيشي لادريس ديال واحد الفاريابل ما خصنيش ندير بورسونتاج دي, ولكن خصني ندير لادريس بورسونتاج بي, وبالتالي غتافيشي ليها واحد ا 4. الا درت لادريس ديال بي, شوفوا مزيان دابا لادريس ديال الفاريابل بي اشنو غتافيشا, غتافيشا واحد بي 5. جو بونس انكم غادي تكونوا فهمتوا دابا كيفاش كنديروا لا ديكلاراسيون ديال واحد البوينتور, وكيفاش كنافيكتي ليه واحد لو فالور باش يبقى يبوينتي عليها ولا واحد الفاريابل باش يبقى يبوينتي عليه, وكيفاش نافيشيو القيمه ديال واحد البوينتور, وكيفاش كنافيشيو اوسي لي زادريس. دابا غندوزو لدوطخ زيكزومبل. مثلا درت واحد بوينتو اخر اللي هو كيو. هاد كيو حتى هي كتبوينتي على اش, كتبوينتي على ا. شوفوا مزيان كاينين جوج ديال الطرق باش ديروا ديكلاراسيون ديال واحد البوينتور, يا الطريقه الاولى اللي شفناها مع بي, يا الطريقه الثانيه اللي شفناها مع كيو. هنا ردوا مزيان البال كيفاش كندير فواحد السطر كندير ايطوال كيو كندير من بعد ايغال لادريس دو ا. دونك عشوائيا لورديناتور كيختار واحد ليسباس في لا رام مثلا واحد ا 7 وكيحط فيه كذلك لادريس ديال ا. دونك فوالا, دابا عندنا جوج ديال لي بوينتور, عندنا بي او كيو كي بوينتيو على الميم فاريابل اللي هو في الحاله ا. الا درت دي زوبيراسيون بحال مثلا هاد لوبيراسيون هادي, مشيت لكيو هنا فاش كنقولوا ايطوال كيو يعني لا فالو علاش كي بوينتي كيو اللي هي في هذه الحاله دائما 85. دونك بلاصه 85 شنو غادي نحط, غادي نحطوا لا فالو اللي كي بوينتي عليها لو بوينتور بي اللي هي حتى هي 85 حيت كي بوينتي على نفس الفاريابل. غادي نقص منها ا, اشنو هي ا ديجا هي 85, وبالتالي اشنو غادي يكون في القيمه ديال ا مورا ليكزيكيسيون ديال هاد لانين, غادي تكون القيمه صفر. الوغ فاش غادي نافيشي ا غادي نلقى صفر, فاش غادي نافيشي القيمه ديال لا فالور اللي كي بوينتي عليها بي غادي نلقى كذلك صفر, ولا ميم شوز بالنسبه لكيو. الوغ هذا كان اكزومبل على لي زوبيراسيون اون يوتيليزون لي بوينتور. دابا غادي نعرفوا شنو هو البوينتور. بوينتور تو سامبلومون هو واحد الفاريابل كي بو كونتونير لادريس ديال اون اوتر فاريابل. الا عندي واحد البوينتور بي فيه لادريس ديال واحد الفاريابل اخر, كنقولوا ان داك بي بوينت سور دابا غادي نشوفو كيفاش كنديرو لا ديكلاراسيون ديال البوينتور. دونك خصنا نعرفو بعدا جوج ديال لي شوز. عندنا اي كوميرسيال, هاد اي كوميرسيال كيما شفنا كتعطينا لادريس ديال واحد الفاريابل, و ايطوال هادي كندخل بها, شوفو مزيان كندخل بها الكونتوني ديال واحد لادريس. مثلا عندي فواحد الفاريابل واحد لادريس, داك الفاريابل باش ندخل الكونتوني ديال ديك لادريس اللي كيبوينتي عليها كنستعمل ايطوال. دونك باش نديرو الكرياسيون ولا لا ديكلاراسيون ديال البوينتور كاين عندنا جوج ديال الطرق كيما شفنا من قبل. كيكون عندي واحد الفاريابل ا باش ندير واحد البوينتور كي بوينتي على ا, كنستعمل هي الطريقه الاولى اللي هي هادي ايطوال بي ايغال ادريس دو ا, اولا كنديكلاري بي فواحد لالين ومن بعد كنرجع للسطر الاخر وكندير بي كنافيكتي لي لادريس دو ا. الو غادي ناخذ واحد ليكزومبل, مثلا عندي هاد الفاريابل هذا ا ودرت لا ديكلاراسيون ديال بوينتور بي وبوينتيتو على ا. الو باش نغوبريزونتيو هاد لي شوز هادو, كيكون عندنا الفاريابل ا فيه القيمه 8, من بعد البوينتور خاوي في الاول, ومن بعد فاش كي بوينتي على ا كيكون في بي كتكون فيه لادريس ديال الفاريابل ا. دابا غندوزو نخدمو على واحد ليكزيرسيس اللي هو مهم بزاف باش تفهمو لي بوينتور. نفترض عندي هاد لي زوبيراسيون هادي وعندي ثلاثة ديال لي فاريابل ا و بي و سي, وعندي جوج ديال لي بوينتور بي 1 و بي 2. دابا غادي نحاول نافيشي القيم ديال هاد الخمسة ديال لي فاريابل, هي الفاريابل ا و بي و سي اولا لي بوينتور بي 1 و بي 2 مورا كل اوبيراسيون. غادي نبداو باول انستركسيون بي 1 عطينا لادريس دو ا. دونك هادي كيفاش غادي نقراوها, كنقولوا انا دابا بي 1 كي بوينتي على ا. الوغ شنو غادي يكون في بي 1, غادي تكون فيه لادريس ديال ا ولي فاريابل اخرين راه ما كيتبدلوش. دونك كتبقى لنا 1 2 3. الا مشينا لبي 2 وعطينا لادريس دو سي, كذلك دابا عندي واحد بوينتو اخر كي بوينتي على فاريابل اخر اللي هو سي, وبالتالي غادي تكون في بي 2 غادي تكون فيه لادريس ديال اش ديال سي. دابا غندوزو لانستركسيون سويفونت. في لانستركسيون سويفونت شنو غنديرو, غادي نديرو لانكريمونطاسيون بعدا ديال بي 2. بي 2 شنو فيه ديجا, هو كي بوينتي على لا فالور ديال 3 اللي هي ديال سي. دونك سي غتولي مورا ما تسالي هاد لوبيراسيون غتولي هي 4. هاد لانكريمونطاسيون من غادي نافيكتو, غادي نافيكتو البي 1. شكون هو بي 1؟ هو بوينتور كي بوينتي على ا اللي فيها ديجا 1, دونك
ما غاديش تبقى القيمه واحد ولكن غادي تولي القيمه 4. هنا ماشي 4 ولكن غتولي 3 لان 4 غادي يكون درنا داك بي 2 مورا بلس بلس غادي تكون في القيمه ديال ا كذلك 4 ولكن غادي تكون 3 يعني القيمه القديمه ديال بي 2 فوالا دونك عندنا 3 جوج 4 ولكن لي بوينتور راه ما كيتبدلوش دونك توجور فيهم لادريس ديال ا توجور فيهم لادريس ديال سي. دابا غادي نمشي لبي 1 وغادي نعطيه بي 2. ما معنى هذا؟ معنى ان بي 1 ما غاديش يبقى يبوينتي على ا ولكن غادي يبقى يبوينتي على داكشي علاش كيبوينتي بي 2. على من كيبوينتي بي 2 كيبوينتي على سي وبذلك حتى بوينتور 1 غادي يولي حتى هو يبوينتي على سي. دابا غندوزو لبي 2 غادي نافيكتيو ليه لادريس ديال بي. معنى اننا دابا كنمشيو لبي 2 وكنبدلو علاش كيبوينتي. دابا ما غاديش يبقى يبوينتي حتى هو لا ما غاديش يبقى يبوينتي على سي ولكن غادي يبقى يبوينتي على بي فوالا. يعني الا مشينا دخلنا القيمه ديال بي 2 غادي نلقاو لادريس ديال بي. دابا غندوزو لواحد المانيبيولاسيون اخرى. هنا شنو درنا؟ هنا درنا بي 1 شنو عطينا؟ عطينا بي 1 نيت ناقص بي 2 او لا بلو بريسيزمون مشينا لا فالور علاش كيبوينتي بي 1 اللي هي اش اللي هي سي اللي هي 4 دونك 4 نقصنا منها اش نقصنا منها لا فالور علاش كي علاش كي بوينتي بي 2 اللي هي 2 دونك 4 ناقص 2 هي شحال هي 2. وبالتالي شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو ان القيمه اللي كبوينتي عليها بي 1 اللي هي سي غادي تبدل غتولي فيها 2 وداكشي الاخر ما غاديش يتبدل فوالا. دونك غادي تولي عند 3 2 2 لادريس ديال سي لادريس ديال بي. من بعد غادي نمشيو لبي 2. بي 2 دونك علاش كيبوينتي؟ كيبوينتي على بي. دونك اشنو كاين في بي؟ كاين فيها 2 ديك 2 غنزيدو ليها 1 غنديرو لاكريمونطاسيون تولي فيها 3. من بعد غادي ندوز ليكسبرسيون سويفونت. فهاد ليكسبرسيون عندي الكونتوني ديال الفاريابل علاش كيبوينتي بي 1 دونك كيبوينتي بي 1 دائما كيبوينتي على سي سي هي 2 دونك غادي ناخذ هاد 2 وغنضربها ف لا فالور علاش كيبوينتي بي 2 اللي هي في هذه الحاله 3 دونك 3 في 2 هي 6 فوالا. دونك غنولي هنا 3 3 6 لادريس ديال سي لادريس ديال بي. غندوز دابا ليكسبرسيون سويفونت. فليكسبرسيون سويفونت غادي نبدل القيمه ديال ا. دونك القيمه ديال ا شنو كتاخذ؟ كتاخذ لا فالور علاش كيبوينتي بي 2. كنقول لا فالور علاش كيبوينتي بي 2 باش كنديروها كنديروها ايطوال بي 2. دونك ايطوال بي 2 في هذه الحاله هي اش هي 3 3 غنزيدها واحد غتولي 4. من بعد غادي نضرب هاد القيمه هادي 4 نضربها في اش نضربها في بي 1 دونك بي 1 اولا لا فالور شيك بوينت بي 1 اللي هي 6 دونك 4 6 هي 24 الو غادي تولي عندي 24 4 6 فوالا. هادشي اللي غادي يكون عندي مورا ليكزيكسيون ديال هاد ليكسبرسيون. غنمشيو من بعد غادي نمشيو لبي 1 غادي نبدلو ليه لا فالور علاش كي بوينتي. غادي يولي دابا كي بوينتي على ا دونك اشنو الا دخل دابا لبي 1 غادي يلقى لادريس ديال ا. دابا غندوزو لاخر اكسبرسيون. فهاد ليكسبرسيون شنو عندنا؟ عندنا جوج ديال لي زافيكتاسيون. فاش كيكون عندنا جوج ديال لي زافيكتاسيون كنبداو دائما من اليمين وكنرجعو لليسار. دونك غادي ناخدو في اليمين عندنا لا فالور علاش كيبوينتي بي 1 اللي هي في هاد الحاله 24. 24 شنو غادي نديرو ليها؟ غادي نقسموها على لا فالور علاش كيبوينتي بي 2. بي 2 كيبوينتي على لا فالور في هاد الحاله 4 دونك 24 على 4 هي 6. دونك غادي تبدل القيمه ديال بي 1 غتولي فيها 6 بي 1 اولا لا فالور علاش كيبوينتي بي 1 اللي هي في هذه الحاله 24 غتولي فيها 6 دونك بلاصه 24 في ا غتولي عندنا 6. من بعد غادي نمشي لا فالور علاش كيبوينتي بي 2. دونك بي 2 قلنا كيبوينتي على بي اللي ديجا فيها 4. اشنو غندير ديك 4؟ غادي نبدلوها ديك لا فالور الجديده ديال بي 1 اللي هي 6 وفي الاخير غادي تكون عندي 6 6 6 لادريس دو ا لادريس دو بي. فوالا هذا كان اكزومبل باش تفهموا اكثر ليتيليزاسيون ديال لي بوينتور. دابا غادي نرجعوا لواحد المفهوم كنا شفنا ديجا هو الباساج بار فالور والباساج بار ادريس. دونك غادي نرجعوا ليكزومبل اللي كنا بدينا به هذا الفيديو هذا اللي كانت فيه لي فونكسيون ايشونج لا فونكسيون مين. كتشوفوا في الباساج بار فالور في لابيل لا فونكسيون ايشونج شنو عطيت؟ عطيت فقط ا او بي ولكن في الباساج بار ادريس كنعطي لادريس دو ا والبادريس ديال بي. وفي لا ديكلاراسيون ديال لا فونكسيون كنخدم باللي بوينتور يعني كنخدم بالقيمه ديال لي كي بوينتي عليها اكس لا فالور يعني لا فالور علاش كي بوينتي اكس يعني لا فالور ديال ا ولا فالور علاش كي بوينتي الفاريابل ايغريك اللي هي في الحاله جوج. وكندير من بعد لي شونج باش نفهموا اكثر شنو كيطرا في الباساج بار فالور مع الباساج ديال الادريس. نفترض ان جوج ديال لي فونكسيون عندنا فونكسيون مين وفونكسيون اخرى. نفترض ان واحد القرعه ديال المناضه في لا فونكسيون مين. هاد القرعه ديال المناضه الا غادي نخدموا الباساج فالور باساج بار فالور اشنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو واحد لا كوبي ديال على هاد القرعه ديال المناضه ونعطوها لا فونكسيون الاخرى. يعني فاش كيجي واحد لا بيرسون هنا كيشرب المناضه فاش غادي يسالي المناضه دائما في لا فونكسيون مين عندي القرعه ديال المناضه ما غاديش تقاس. ولكن فاش كنخدم الباساج بار ادريس ب
بحال وبحال كيما قلنا لي بوينتور كتكون عندي القرعه ديال المناضه هي هذه. اوكي فاش كنعيط على لا فونكسيون الاخرى اشنو كندير؟ ما كنديرش الكوباج، يعني ما كنكوبيش ديك القرعه ديال المناضه، كنخلي القرعه ديال المناضه وكنعطي لادريس ديالها. يعني فاش كيجي هاد لا بيرسون كيبقى كيشرب، باش منينش كيشرب؟ كيشرب من هاد القرعه ديال المناضه. كيفاش كيكملها؟ الوغ عندي هاد لا بيرسون كيتحكم في فاريابل اللي كاين في لا فونكسيون مين. فوالا دونك هذا كان الفرق بين باساج بار فالور وباساج بار ادريس. دونك باش نعاودو نشرحو هاد لي شوز، في الباساج بار فالور كنديرو كوبي على لي زارغيمون غيال، لي زارغيمون هما دوك لي شوز اللي كندوزو لا فونكسيون، كنكوبي وكندوزوهم لا فونكسيون. في الباساج بار ادريس لون بلاسمون، يعني لادريس ديال لي زارغيمون هما اللي كيدوزو لا فونكسيون. من بعد فاش كنمشي لديك لا فونكسيون كندير دي شونج، دوك لي شونج كي ابليكاو على حتى دوك لي فاريابل انيسيال لي شفنا في لا فونكسيون مين. باش نفهمو اكثر غادي نحاولو نخدمو هاد ليكزيرسيس. فهاد ليكزيرسيس غنحاولو نكتبو واحد البروغرام اللي فيه واحد الفونكسيون اللي كتديتيرميني شكون هو الكبير في واحد جوج ديال لي فاريابل. هنا غادي نحاولو نخدمو بباساج بار ادريس وغادي نشوفو شنو غادي يطرا. الوغ كيما دائما غادي يكون عندنا جوج ديال لي فاريابل اللي هما فاريابل ا والفاريابل بي. هاد فاريابل ا وبي خصو يدخل لوتيليزاتور القيم ديالهم، وغادي يكون عندنا واحد الفاريابل اللي هو ماكس. هاد ماكس اشنو غادي نديرو فيه؟ غادي نديرو فيه شكون هو الكبير في ا و بي. اولا غادي نطلبو من لوتيليزاتور انه يدخل القيمه ديال ا وكذلك يدخل القيمه ديال بي. الوغ دابا درنا برنت اف افيشينا ميساج ريكوبيرينا لي دو فالور. دابا خصنا نعيطو على واحد الفونكسيون اخرى ونوتيليزون في هاد لوكا باساج بار ادريس. هاد لا فونكسيون غادي نسموها ماكسيموم. اشنو غادي ندوزو ليها؟ باساج بار ادريس يعني لادريس ديال ا، لادريس ديال بي، و لادريس ديال ماكس. ماكس هو داك الفاريابل اللي غادي نحطو فيه القيمه ديال شكون كبير في هاد لي دو. ومن بعد غادي نحاولو نافيشيو برنت اف، غادي نحاولو نافيشيو القيمه اللي كاينه في ماكس لو ماكسيموم دي دو فالور. اي ابري غادي نديرو هنا واحد الاسباس فيغور هو الماكس. لاحظوا مزيان هاد ماكس فهاد الفونكسيون مين راه ما تبدلش، بقى كيما هو، يعني ديك لارا بقى خاويه. دونك فاش غادي نجي نافيشي هنا غادي تعطينا ايرور. دونك اشنو درت انا؟ دوزت لادريس ديالو الماكسيموم باش في الفونكسيون ماكسيموم يكون عندنا دي زوبيراسيون اللي غادي يخليونا نبدلو ماكسيموم ونديرو فيه شكون هو الكبير في ا او بي. الوغ غادي نديرو لا ديكلاراسيون ديال الفونكسيون اخرى. هاد لا فونكسيون ما كترجع حتى شي حاجه، دونك غادي تسمى ماكسيموم وغادي ندخلو ليها اولا في لي بارامتر ديالها ان انت اكس. ولكن شنو خصنا نديرو هنا؟ خصنا نديرو ايطوال. ايطوال عقلو مزيان، ايطوال هي البوينتور. عندنا يعني دابا عندنا بوينتور اكس كي بوينتي على القيمه ديال ا. نفس الشيء عندنا واحد بوينتور اخر اللي هو في هذه الحاله ايغريك، حتى هو غادي بوينتي على في هذه الحاله على بي. وغادي يكون عندنا انت ام. فوالا ماشي بالضروره نديرو دي فاريابل بحال اللي كاين عندنا في البروغرام برينسيبال، ممكن نبدلو. دونك عندنا دابا ثلاثه ديال لي بوينتور، هذا بوينتور هذا بوينتور هذا بوينتور، كل واحد كيبوينتي على قيمه فادو. دابا باش نحدو الماكس يسوفي اننا نديرو واحد الكومباريزون اونتر اش، ماشي اونتر اكس ايغريك، ولكن اونتر القيمه علاش كيبوينتي اكس والقيمه علاش كيبوينتي ايغريك. اولا كنديروهم بالطريقه التاليه، يعني كنديرو ايطوال اكس سوبيريور ا ايطوال ايغريك. دونك الا كان اكس اكبر من ايغريك يعني ان الماكس لي هو هاد الفاريابل هذا، اولا بلو بريسيزمون لا فالور علاش كيبوينتي، يعني لا فالور ديال ماكس شنو غادي نافيكتيو ليها؟ غادي نافيكتيو ليها لا فالور علاش كيبوينتي اكس ليا ا بوينت فيغ الز. كنديرو لوكا كونتخي، يعني ايطوال ام كتساوي في هاد الحاله ايطوال بي، وكندير بوان فيغيل وكنسالي البروغرام. دونك دابا غادي نحاول ندير ليكزيكسيون. دونك انا ما عندي حتى عندي واحد ليغور. دونك انا عندنا ا ما خصناش نخدمو ا، خصنا نخدمو باكس. هنا غادي نخدمو بايكغيك. دونك غادي دابا نيكزيكوتي نشوف البروغرام واش خدام ولا لا. دونك ما عندنا حتى ايغور اكزيكوتي. دابا غندخلو القيمه ديال ا، ندخلو مثلا 5 وندخلو في بي 6. دونك الماكس في هاد الحاله هو 6. انا ما تافيش حتى شي حاجه، نعرفو علاش. علاش؟ لاننا هنا ما زدناش الانديكاتور ديال الفورما ديال الماكس اللي هو في الحاله دي. دابا غادي نعاود نكومبيلي،
اكزيكوتي ندخل تسعود ندخل مثلا جوج نخصو يعطينا تسعود فوالا تانا تسعود دونك هذا كان اكزومبل ديال لابيل باغ ريفيرونس ديال واحد الفونكسيون اللي هي ماكسيموم. دابا غادي نرجعو للكور وغادي نشوفو واحد الحاجة مهمة في لي بوينتور. الوغ الحاجة المهمة هي أن كاين واحد العلاقة اونتخ لي بوينتور مع لي طابلو اللي غادي نشوفوها انطلاقا من هذا المثال. هذا نفترض عندنا واحد طابلو تي فيه خمسة ديال لي زيليمون. دونك هاد تي فاش كيديكلارا و كيتريزيرفا في لي ميموار كيكون بهذا الشكل تي. دونك عندنا فيه خمسة ديال لي كاز كيبداو من زيرو حتى ل 4 وفي كل كاز كاين واحد الفالور 3 ناقص 6 14 8 24. الحاجة المهمة اللي خصنا نعرفو هو أن لو نو دان طابلو غوبريزونت لادريس دون سون برومي إيليمون. يعني بمعنى اش؟ بمعنى ان ديك تي هي راه اوسي بوينتور. علاش كي بوينتي؟ كي بوينتي على اول اليمون في الطابلو اللي هو تي زيرو. باش نفهمو اكثر نفترض انه كل كاز من هادو عندها ادريس. مثلا لادريس ديال اليمون زيرو هي 1000 اوتوماتيكمون الاخرى غادي تكون 1004 1008 1012 1016. علاش؟ لان كل واحد فيه 4 ديال لي زوكتي. من بعد فاش كنجي كندير هاد لي زوبيراسيون هادو هاد لي زافيشاج هادو فاش كنافيشي تي زيرو شنو غتعطينا؟ اوتوماتيكمون غتعطينا القيمه 3 يعني الكونتوني ديال الاول اليمون ديال الطابلو. فاش كندير تي اشنو قلنا؟ تي هو اش؟ هو بوينتور كي بوينتي على اول اليمون في الطابلو. فاش كنقولوا بوينتور يعني القيمه ديال بوينتور، قيمه ديال واحد بوينتور ماشي القيمه ديال الفاريابل اللي غادي بوينتي عليها ولكن القيمه ديالها هي لادريس نيت ديالها. دونك لادريس ديال اول اليمون في الطابلو هي اش؟ هي 1000. دونك اوتوماتيكمون فاش كندير بورسونتاج بي ديال تي كتعطينا لادريس ديال اول اليمون اللي هو 1000. من بعد لوبيراسيون سويفونت اللي هي بورسونتاج دي لادريس ديال تي 0 غادي نلقاو كذلك 1000. يعني الا درنا تي او الا درنا لادريس ديال تي 0 غادي نلقاو نفس لو ريزولطا اللي هي 1000. ممكن تجربوا باستعمال كود بلوكس وتحاولوا ديروا هاد لي زيكسبريسيون غتلقاو نفس لادريس. دونك لادريس اللي كاينه لتي هي نيت غتلقاو في تي لادريس ديال تي 0. الا مشيت من بعد افيشيت الكونتوني ديال تي شوفوا مزيان بورسونتاج دي الكونتوني ديال تي يعني لا فالور. علاش كي بوينتي تي؟ قلنا شنو علاش كي بوينتي تي؟ كي بوينتي على اول فالور وبالتالي لا فالور اللي غادي تافيشا هي 3. فوالا ممكن تيستيو هذا الشيء باستعمال كود بلوكس وغادي يخرج لكم نفس النتائج. غادي يكون بطبيعه الحال واحد الاختلاف في لادريس ما غاديش يكون هاد لي زادريس هادو. غندوزو دابا لدوطخ شوز. نفترض انه بغينا نديكلارو واحد بوينتور كي بوينتي على تي. دونك اشنو غادي نديرو؟ غنديكلارو البوينتور ديالنا اللي هو نفس لو تيب ديال لا فالور علاش غادي بوينتي اللي هي انت في هذه الحاله. من بعد اشنو كنا كنديرو؟ كنا كنديرو بي كي بوينتي مثلا على لادريس دو ا ولا لادريس دو بي. كنا كنديرو اي كوميرسيال. في هذه الحاله قلنا تي هو بوينتور. قلنا تي راه ديجا هو بوينتور. يعني اشنو غادي نديرو؟ غنديرو فقط بي كنافيكتي ليه تي وبالتالي بي غادي يولي حتى هو كي بوينتي على اول اليمون. علاش كي بوينتي تي؟ اللي هو ليليمون زيرو ديال الطابلو. فوالا دونك الا درت بي ايغال تي بحال الا ديكلاريت واحد بوينتور وحطيت فيه لادريس ديال اول اليمون في الطابلو. دابا غادي نديرو دي زوبيراسيون باش نحاولو نفهمو اكثر. الا درت مثلا هاد لي دو زيكسبريسيون افيشي تي زيرو شنو غادي نلقى؟ اوتوماتيكمون غادي يبان غادي نلقى 3. الا افيشيت الكونتوني ديال الفاريابل اللي كي بوينتي عليه بي شنو هو الكونتوني ديال الفاريابل اللي كي بوينتي عليه بي؟ يعني الكونتوني ديال اول اليمون في الطابلو غادي نلقاو كذلك 3. فوالا الا درت بي بلس بلس هذا المعنى ديالو واش؟ يعني ان بي غادي يبوينتي على ليليمون سويفون في الطابلو اللي هو في هذه الحاله ليليمون جوج لي لانديس ديالو هو واحد وبالتالي القيمه ديال بوينتور ديال بي اللي غادي تكون فيه تكون 1004 ولا فالور علاش كي بوينتي هي ناقص 6. الوغ فاش غادي نديرو لافيشاج ديال الكونتوني ديال بي اولا الكونتوني ديال لا فالور علاش كي بوينتي بي غادي نلقاو ناقص 6. و الا جيت من بعد درت بي عطيتو بي زائد 3 يعني انني اشنو درت؟ بي ما غاديش يبوينتي على داك ليليمون كورون اللي هو في هذه الحاله ناقص 1 واللي غادي يبوينتي على 1 زائد 3 اللي هي شحال؟ هي 4. وبالتالي غادي يولي كيبوينتي على اخر اليمون في الطابلو اللي هو 24. دونك فاش غادي نافيشي غادي نلقى 24. دابا باش نفهمو اكثر غادي نرجعو ليكزومبل انيسيال الفو فيغ اتونسيون. دونك الا درت هاد لي شوز هادو درت تي اوتوماتيكمون راه بحال الا كندير لادريس ديال تي 0. الا درت تي بلس اي راه لادريس ديال تي اي. بمعنى اش؟ بمعنى انا مابقاش نبقى نبوينتي على اول اليمون في الطابلو اللي هو لانديس ديالو 0 غادي نبوينتي على واحد اليمون اخر اللي لانديس ديالو هو اي. الا درت اونتخ دو بارونتيز تي بلس اي دونك درت ايطوال هذا المعنى ديالو لو كونتوني ديال الفاريابل تي اي.
يعني ليليمون تي اي مثلا تي 4 مثلا فيه 5، دونك هذه 5 الكونتوني، كنهضر على الكونتوني ما كنهضرش على لادريس. حاجه اخرى بالنسبه لي بوينتر، دونك بي الى مثلا في هذا لوكا درت بي عطيتو تي، يعني بي كي بوينتي على اول اليمون في الطابلو. بي بلس اي يعني انا في هذه الحاله غادي نزيد الزيرو، غنزيدو الاي، وبالتالي بي بلس اي المعنى ديالو هو انني كنبوينتي دابا البوينتر بي كي بوينتي على ليليمون تي اي. Entre deux parenthèses, la même chose, pi plus i, يعني le contenu ديال l'élément i ديال tableau. باش نفهمو اكثر غنديرو هاد لي زيكسبرسيون، غادي نحاولو نشوفو لو ريزلتات ابري كل اكسبرسيون. غنبداو بالاكسبرسيون الاولى، غادي نمشيو للتي غادي نزيدو واحد، دونك تي هنا كنقولو عندنا واحد بوينتور تي كي كان كيبوينتي على اول اليمون في الطابلو اللي هو زيرو، دابا غادي بوينتي على اش؟ غادي بوينتي على ثاني اليمون اللي لانديس ديالو هو واحد، دونك كانت فيه 6 ناقص 6 شنو غتولي فيه دابا؟ انا جوج. فوالا دابا ندوزو بي بلس بلس. بي بلس بلس بي كان كي بوينتي على ليليمون 0 كما كتشوفوا دابا، غادي يولي كي بوينتي على ليليمون جوج ديال الطابلو اللي لانديس ديالو هو واحد. غادي نمشيو دابا ليكسبرسيون سويفونت، اونتر دو بارونتيز درنا تي بلس 3. تي بلس 3 يعني 0 1 2 3، اشنو غادي نعطيو؟ غادي نعطيو القيمة 4، وبالتالي 8 غتولي بلاصتها 4. إلا مشينا لإطوال بي، دونك إطوال بي دونك قلنا أن بي كي بوانتي على ليليمون جوج، دونك هادي جوج غادي ناخدوها غنزيدو ليها 5 غتولي في هاد ليليمون هذا، يعني تي واحد غتولي فيه القيمة 7. غندوزو لآخر إكسبرسيون بي إيكال بي بلس 2، دونك هنا راه ما كنديرش دي زوبيراسيون ولكن كنبدل لا بوزيسيون علاش كي بوانتي بي. دونك بي ما غاديش يبقي بوينتي على ليليمون 2 ديال الطابلو، ولكن غادي يولي كي بوينتي على ليليمون 4 اولا لانديس ديالو 3 في الطابلو. باش نريزوميو هاد لي شوز اللي شفنا، لو نون ديال واحد الطابلو ريبريزونت لادريس ديال الاليمون الاول ديالو. الا كان عندي واحد الطابلو تي لانديس ديالو اي، ليليمون ديالو ممكن ندخل ليهم بالطريقه التاليه، سواء ندير تي 0 اولا ندير تي، سواء ندير تي اي اولا ندير تي بلس اي. هنا كنهضروا على لي زادريس ما كنهضروش على الكونتوني. باش ندخل لواحد الكونتوني كندير اونتر دو بارونتيز، بعدا داك تي كنزيد ليه داك اي مثلا غادي يعطيني لي ليمون 4، عاد كنافيشي الكونتوني ديالو. دونك هادشي الفو فيغ اتونسيون افيك لي بوينتور مع لي طابلو، لان ضروري نفهموا هاد لي شوز غادي حيت غادي يكونوا عندنا دي زيكزارسيس بزاف، وغندوزو لدي بارتي اللي غادي نخدمو بلي بوينتور مع لي طابلو. الحاجه الثانيه هو الا كان عندي واحد بوينتور بي كي بوينتي على تي، هذا المعنى ديالو هو اش؟ هو اولا ما كنديرش لادريس قدام تي، لان قلنا تي هو ديجا هو بوينتور. ابري كيكون عندنا لي شوز سويفون، الى عندنا بي اولا بي راه كي بوينتي على تي 0، الى افيكتيتي تي، الى افيكتيتي ليه مثلا في لافيكتاسيون ديال بي افيكتيتي ليه تي 4 راه كي بوينتي على تي 4، ولكن في هذه الحاله الى افيكتيتي ليه تي راه تي بي راه كي بوينتي على الفاريابل تي 0. الى مشيت لبي وزدت ليه اي، دابا ما غاديش نبقى نبوينتي على ليليمون 0 ولكن غادي نبوينتي على ليليمون اي ديال الطابلو. الا درت لا ميم شوز بي بلس اي، راه هذا راه كنعنيو به الكونتوني ديال تي اي. كما قلنا واحد الطابلو راه الا شفنا فيه مزيان وحللنا مزيان غادي نلقاو راه ديجا هو بوينتور، يعني داك تي راه ديجا هو بوينتور، ممكن نستعملو هو نيت باش ندخل لي زيليمون اخرين في الطابلو. هاد الحاجه كاينه في سي وكاينه كذلك في سي بلس بلس. غندوزو دابا لواحد الحاجة مهمة، هما لي زيكسبرسيون أولا لاغيتميتيك دي بوينتور. لاغيتميتيك يعني لي زوبيراسيون لي ممكن ندير بلي بوينتور. واحد بوينتور ممكن ندير بيه لانكريمونتاسيون، نزيدو بواحد نقصو بواحد نديرو بلاديسيون، نخدم بيه في السوستراكسيون، وكذلك نستعملو في لا كومباريزون. قبل ما نبداو هاد لي زوبيراسيون غادي نبداو بواحد الفونكسيون سميتها سايز اوف. هاد سايز اوف هي واحد الفونكسيون كتعطينا لا طاي ديال واحد الفاريابل، درنا سايز اوف تي غتعطينا شحال كياخد لي تي، درت سايز اوف بي غتعطينا شحال كياخد بي، درت سايز اوف اكس كتعطيني داك اكس شحال من اوكتي غادي ريزيرف عليها في الميموار. مثلا درنا سايز اوف تي 0، تي 0 هو اليمون في طابلو تي، و تي دو تيب انت يعني كل اليمون راه غادي ياخد لي 4 ديال لي زوكتي في لا ميموار. مثلا درتو سايز اوف دوبل، الى تيستيتو هادي في كود بلوكس غادي يعطيكم 8 ديال لي زوكتي، يعني دوبل الى كان كيمشي فاريابل كياخد 8 ديال لي زوكتي. دابا غندوزو لاول اوبيراسيون اللي هي انكريمونتاسيون، ديجا شفناها. دونك عندنا هاد البوينتور هذا بي كي بوينتي على اول اليمون في الطابلو،
الا درت لانكريمونطاسيون ديال بي، يعني انا بي ما غاديش يبقى بوينتي على اول اليمون في الطابلو ولكن غادي بوينتي على اليمون اون سويفون في الطابلو. مثلا الا درت بلوس 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 دونك غادي يولي كي بوينتي على اليمون 2 في الطابلو اللي هو في الانديس ديالو هو 1، وبالتالي فاش غادي نافيشي القيمه ديال بي غادي تلقى القيمه 7. دونك هادي اول اوبيراسيون ممكن ندير بوينتور، اول اريتميتيك ممكن ندير بوينتور اللي هي لانكريمونطاسيون. الى دزنا هاد لوبيراسيون هادي دونك درنا بي بلس بلس ايطوال، هنا اشنو المعنى ديال هادي؟ دونك غادي نافيشيو بعدا بي اولا لا فالور علاش كي بوينتي بي اللي هي 7 كتافيشا، ومن بعد لافيشاج بي ما غاديش يبقى يبوينتي على ليليمون واحد، غادي يولي كي بوينتي على ليليمون جوج في الطابلو اولا ليليمون اللي لانديس ديالو جوج في الطابلو. غندوزو دابا للديزانكريمونطاسيون، سي لا ميم شوز. مثلا عندي واحد الفاريابل ولا واحد بوينتور كي بوينتي على واحد ليليمون، فاش كندير بي موا موا كيولي كي بوينتي على ليليمون السابق. مثلا كي بوينتي هنا مثلا على جوج غادي يولي كي بوينتي على واحد. فوالا دونك هنا باش تفهموا اكثر ممكن تيستيو، دونك ندير بي موا موا يعني غادي يولي كي بوينتي على ليليمون اللي لانديس ديالو واحد، وفاش كنافيشي غادي نلقى كذلك 7. دابا غادي ندوزو لاديسيون. دونك الى مشيت درت بي ايغال بي بلس 3، هذه مقبوله فقط الى كان بي كي بوينتي على واحد الطابلو غادي نقدروا نعرفوا ونستنتجوا القيمه ديال بي، ولكن الى كان بي ما كي بوينتيش على واحد الطابلو غتعطينا شي ادريس اخرى في لا ميموار ديال لورديناتور. دابا الى مشيت لبي عطيت لبي بي بلس 3، يعني ان بي ما غاديش يبقى بوينتي على ليليمون 0، غادي يولي كي بوينتي على ليليمون 3 ديال الطابلو. علاش علاش مثلا بي ما يبقاش يبوينتي على مثلا على 1000 نزيدوها 3؟ لا ما غاديش نزيدو 1000 3 يعني 1003، لا كنزيدو 1000 زائد اش زائد 3 في سايز اوف داك انت ديال ديك لاكاز. سايز اوف ديال واحد ليليمون في الطابلو هو 4، 4 ديال ليزوكتور، 4 نضربوها في 3 تعطينا 12، 12 نزيدوها ل 10 غتولي 1012، وبالتالي ما غاديش يبقى 0 غادي يولي كيبوينتي على ليليمون اللي لانديس ديالو 3 في الطابلو. بحال مثلا في هذه الحاله فاش كنجي كنافيشي لادريس، شوفوا مزيان ما درتش الدي درت لادريس يعني بي بورسونتاج بي ديال بي بلس 3، يعني ان غادي نافيشي لادريس ديال ليليمون 3 او ليليمون 4 ديال الطابلو اللي لانديس ديالو 3 اللي هي تعطينا 1012. الى افيشيت درت ايطوال يعني كنافيشي دابا الكونتوني، يعني غادي نافيشي 4. لوبيراسيون سويفونت اللي هي سوستراكسيون، سوستراكسيون بوسيبل اونتر لي بوينتور، ولكن فواحد لوكا الا كانوا دوك دو بوينتور اللي مين ندير بهم سوستراكسيون كي بوينتيو على نفس الطابلو، الا ما كانوش كي بوينتيو على نفس الطابلو غتطلع لنا ايغور. غادي نبدا لا سوستراكسيون ديال واحد العدد ماشي ديال بوينتور، دونك الا درت كيو ناقص جوج يعني كان كيو كي بوينتي على ليليمون 3 دابا غادي يولي كي بوينتي على ليليمون 1. باش نفهمو اكثر دونك كنديرو كيما قلنا كيو كيساوي كيو ناقص جوج في سايز اوف انت، دونك كي بوينتي على لادريس 1012 دابا غادي يولي كي بوينتي على لادريس مثلا 1004. ومثلا فاش كنبغيو نافيشيو مثلا دونك الا درت هاد كيو دونك ديك لا فاريابل اخر بوينتو اخر كيو وكان كي بوينتي على ليليمون 3 ديال الطابلو، الا درت هاد ليكسبرسيون كيو ناقص جوج غادي تطلع ليا بعدا هنا لادريس 1004 وهنا غادي تطلع ليا 7، يعني لا فالور اللي كاينه في ديك لادريس. غندوزو دابا لواحد الحاجه مهمه هي لا سوستراكسيون اونتر جوج ديال لي بوينتور، ماشي فالور مع بوينتور ولكن دو بوينتور. هنا كيما قلنا لا كونديسيون هو ان دوك لي دو بوينتور خصهم يبوينتيو على نفس الطابلو. اشنو هو المعنى ديالها؟ هو لا ديستونس اونتر لي دو بوينتور. هاد لا ديستونس ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب. كيكون موجب الا كان البوينتور الاول سابق الثاني، وكيكون سالب الا كان البوينتور الثاني سابق الاول. هنا اكزاكتومون شنو كيطرا كان فاش كنديرو بي ناقص كيو، دونك كيكون بي ناقص كيو هنا مثلا في هاد الحالة 1012 ناقص 1000، دونك غادي تعطينا نورمالمون 12، غتقولوها 12 ولكن لا كنقسموها على السايز اوف كل ايليمون اللي هو 4. دونك 1012 ناقص 1000 هي 12 ناقص على 4 تعطينا 3، وبالتالي لا ديسونس اونتخ لي دو مثلا بي وكيو في هاد الحالة هو 3. دونك إلا تيستيتو ممكن تجربو في كود بلوكس، جربو هاد لي شوز هادو. إلا درتو برانت اف بورسونتاج دي كيو ناقص بي غتعطيكم لا ديسونس اونتخ لي دو اللي هو كيما قلنا 3، ولكن إلا درنا بي ناقص كيو غتعطينا ناقص 3. ألوغ غندوزو لآخر أريتميتيك هي لا كومباريزون اونتخ جوج ديال لي بوينتور. هادي باينة كيما شفنا في الشرح ديال لا سوستراكسيون، ممكن ندير لا كومباريزون اونتر دو بوينتور. هنا بحال الا كندير لا كومباريزون اونتر لا بوزيسيون ديال كل ايليمون، الا كان واحد كي مثلا كيو كي
بوينتي على اليمون 3 و بي كي بوينتي على اليمون 0 هنا الى درت لا كومباريزون انت لي دو راه كي كبر من بي اولا درت هاد لي اكسبريسيون هادو بس مثلا بورسونتاج دي بي ايغال ايغال كي فهاد الحاله كنشوفو كنفيريفي واش بي كيساوي كي هنا فهاد الحاله لا غتعطينا فولز اولا غتعطينا القيمه 0 دونك 0 يا فولز اولا الى درت القيمه الثانيه واش كي اكبر من او كيساوي بي دونك هذا كي بوينتي على 3 لا كي بوينتي على 0 وي دونك غادي تافيشي لا قيمه 1 اولا ترو اولا فري بالفرنسي الوغ دابا باش نفهمو اكثر غنديرو هاد ليكزيرسيس 2 اللي هو كذلك اكزيرسيس الهدف منه انكم تزيدو تفهمو العلاقه اونتر لي بوينتور مع لي طابلو عندنا واحد الطابلو اللي هو هذا ا ومن بعد عندنا واحد البوينتور بي كي بوينتي على ا غادي نحاول نشوفو كل انستركسيون اشنو غتعطينا في كل لين كما قلنا ان هذا الطابلو ا الى عندي بي كي بوينتي على ا دونك اشنو غتكون في بي غتكون فيه لادريس ديال اول اليمون في الطابلو اولا لادريس ديال 12 غادي نبداو باول انستركسيون درت ا بلس بلس بي دونك درت بلس بلس بي اشنو هي الريزولتا اللي غادي نلقى غادي نلقى لادريس ديال 23 دابا غندوزو للمانيبيولاسيون سويفونت شوفو مزيان فاش كندير بلس بلس في بي هنا راه البوينتور كيتبدل البلاصه علاش كيبوينتي ولكن الا كنديرو غير ايطوال عاد كنديرو بي بلس 3 هنا حتى كناخذو القيمه ديال بي مثلا في هذه الحاله اللي هي كان كيبوينتي على 1 لي ليمون 1 دابا غادي يولي كيبوينتي على 4 اللي هي 56 وكنافيشو 56 تو سامبلومون هادشي اللي كاين دونك كنافيشو هاد لي فالور ولكن البوينتور دائما راه كيبوينتي على اول اليمون في الطابلو دابا ندوزو للانستركسيون سويفونت شوفو مزيان دابا درت بي ناقص لادريس ديال l'élément 4 بحال الا درت لا سوستراكسيون اونتر دو بوينتور لي هما بوينتور بي مع بوينتور ا لا سوستراكسيون لي غادي نديرو دابا اونتر اش اونتر 1 مع 4 دونك 1 ناقص 4 تعطينا ناقص 3 الا درنا دابا ناقص ناقص بي دونك بي كان كيبوينتي على l'élément 2 لي هو لانديس ديالو هو 1 دابا غادي يولي كيبوينتي على l'élément 0 ديال الطابلو لي هو لادريس ديال 12 دابا الا مشيت درت ا زائد 6 شوفو مزيان ا زائد 6 شنو قلنا قلنا ان لو نون ديال واحد الطابلو فيه لادريس ديال اول اليمون في الطابلو اللي هو لادريس ديال 12 دابا الا زدت 6 بحال الا كان بوينتي على اج على ليليمون 6 ديال الطابلو اللي هو لادريس ديال 78 الا درت هاد ليكسبريسيون سويفونت اشنو غادي يطرا غادي ناخذو اشنو كاين في ليليمون 7 اللي هو 89 غادي ناخذ حطو 89 غادي نمشيو لبي بي كي بوينتي على 0 دونك غادي نشدو القيمة ديال بي زائد 8 يعني غادي نمشيو ل 90 الكونتوني دابا كنهضرو على الكونتوني يعني 90 غادي نقصو منها 89 شحال تعطينا تعطينا القيمة 1 شوفو مزيان دائما بي راه كيبوينتي على أول إليمون في الطابلو لي لانديس ديالو 0 دونك 0 زائد 1 شحال تعطينا تعطينا ليليمون جوج ديال الطابلو اللي لانديس ديالو واحد يعني القيمة شنو فيه فيه 23 غتأفيشي 23 في ليكرون داتشي ممكن تيستيو توجور إلا درت ليكسبريسيون سويفونت هي ليكسبريسيون ديال كومباريزون واش بي دونك كي بوينتي على أول إليمون اللي لانديس ديالو زيرو إلا درت لادريس أ 4 بحال البوينتور كي بوينتي على ليليمون 4 ديال الطابلو هادي ما كيتساووش يعني غادي تكون صفر واش بي سوبيريو إيكال أ شوفو مزيان دونك بي كي بوينتي على ليليمون زيرو الا قلنا ا بحال الا كنقولوا لي ليمون 0 ديال الطابلو نورمالمون راه هما متساويين ولكن واش بي اكبر من كيساوي ا وي بالتالي غتافيش على قيمه 1 الوغ دابا وصلنا لافان ديال هاد ليكزيرسيس هذا دونك ممكن دابا نمشيو للكود بلوكس ونتيستيو هادشي اللي شفنا الوغ هذا هو الطابلو اللي كنا شفنا وهادو هما لي زيكسبريسيون انا دابا عمرنا الطابلو مثلا هنا انا كنافيشيو لي زيليمون ديال الطابلو بعدا نافيشيو لي زادريس ديال كل اليمون كنافيشي لادريس ديال ليليمون 0 هنا باش نفيريفيهم من بعد واش صح ولا لا وهنا كنافيشي القيم ديال هادوك لي شوز اللي شفنا دونك غادي نيكزيكوتيو كومبيليو هنا غادي تشوفوا اننا داكشي اللي درنا صحيح بحال مثلا في ليكسبريسيون الثانيه قلنا ان بلس بلس بي يعني كان كيبوينتي على 12 غادي يولي كيبوينتي على 23 اشنو هي لادريس ديال 23 23 لادريس ديالها هي هادي دونك 0061 اف او اف 8 دونك فاش كنافيشي انا كندير ادريس بي دونك كنديرو هادي كتعطينا نفس لادريس شفتوها مزيان من بعد فاش كنديرو هاد ليكسبريسيون هادي اشنو كيطرا نورمالمون هذا كان كيبوينتي هنا 23
تو سامبلومون شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو لهنا لهاد القيمه وغادي نافيشيوها. فوالا دونك هنا فاش كنافيشي ديك القيمه كتعطيني اج، كتعطيني القيمه 56 اللي كاينه هنا، وهكذا حتى كتساليو لي زيليمون ديال الطابلو. مثلا في الاخير شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو ان زيرو وان واحد. فوالا كيما شفنا في الطابلو زيرو وواحد ديال لي كومباريزون. دابا غندوزو لواحد ليكزيرسيس اخر. ليكزيرسيس هو باستعمال ديال لي بوينتور غادي نكتب واحد البروغرام كيطلب من لوتيليزاتور انه يعمر 6 ديال لي زيليمون في الطابلو، ومن بعد خصنا نكالكيليو ونافيشيو لا سوم ديال هاد لي زيليمون توجور اون اوتيليزون لي بوينتور. دابا غنمشيو لكود بلوك ونحاولو نجاوبو على هاد ليكزيرسيس. اولا غنديكلاري واحد الفاريابل لي هو تي فيه 6 ديال لي زيليمون. ابخي ليتاب سيفونت هي انني غنديكلاري واحد الفاريابل اس لي غندير فيه لا سوم ديال لي زيليمون ديال الطابلو، ومن بعد غنديكلاري واحد بوينتور لي غادي نسميوه بي لي غادي بوينتي كيما قلنا من بعد على الطابلو. دونك هنا باش يبوينتي على الطابلو يسوفي انا نكتب بي ايكال اش ايكال تي. هادي بحال اش، بحال الا كتبنا اش، بحال الا كتبنا بي كيساوي لادريس ديال تي زيرو، بحال الا كتبنا هادي. دونك هادي ليكيفالون ديال هادي. الوغ دونك غادي نسوبريمي هادي. ليتاب سويفونت هي انني غادي نعمر الطابلو. شوفوا مزيان انا ما استعملتش، غادي نخدم اونيكمون بلي اش بلي بوينتور. دونك غنكتب واحد الميساج. دابا غادي ندوزو للرومبليساج ديال الطابلو، غادي نخدمو بلا بوكل فور. هنا كيما كتشوفو ما درناش لا ديكلاراسيون ديال داك اللي كنا كنديرو اي من اول اليمون حتى لاخر اليمون. دونك غادي نديرو اش كما قلنا عندنا البوينتور بي. بي باش غادي نخدمو؟ باش نبداو من اول اليمون يلسوفي انا نكتب بي ايكال تي اللي ديجا درت انا هنا. بي ايكال تي كتب انا، يعني بديت من اول اليمون في الطابلو بحال الا قلنا كيما قلنا لادريس ديال اول اليمون. من بعد لا كونديسيون باش نحبسو، دونك غادي نديرو بي بي زائد واحد هو ليليمون جوج في الطابلو، بي زائد جوج هو ليليمون تلاتة في الطابلو، يعني غادي نمشيو اش من بي حتى لبي زعما كيحقق هاد لا كونديسيون، يعني بي زائد ستة. دونك خصو يكون انفيريور ستريكتومون ا بي بلس 6. ابخي غنديرو بي بلس بلس. دونك هنا اشنو درت؟ مشيت من اول اليمون في الطابلو كما شفنا في الشرح اللي هو تي. فاش كنكتب تي يعني لادريس ديال تي زيرو، حتى كنمشي حتى لاش حتى لادريس ديال في الحالة تي سانك ديال الطابلو اللي هما كما قلنا اول اليمون واخر اليمون في الطابلو. ومن بعد كندير لانكريمونتاسيون ديال بي، بي بي زائد واحد بي زائد جوج حتى كنوصل لاخر اليمون في الطابلو، يعني كل مرة كنبوانتي على اليمون في الطابلو. دابا غادي نافيشي واحد الميساج، نكتب مثلا ليليمون مثلا تي زيرو تي واحد تي جوج. دونك كيفاش غنديرو هاد لاشوز هادي؟ دونك تي واحد زائد تي جوج تي تلاتة نافيشيهم، عاد نديرو سكان اف. دونك غادي نافيشيهم بالطريقة التالية، يسوفي انني نكتب بي. دونك عندنا بي مثلا في الاول اليمون الاول، من بعد غادي يولي اليمون جوج اليمون تلاتة، اشاك فوا كنقص منو تي. دونك لا سوستراكسيون ديال دو بوينتور غادي شفنا هي لا ديستونس اونتر لي دو. من بعد غندير سكان هاد الحالة اف، وشنو غادي نكتب هنا؟ غندير بورسونتاج دي لانديكاتور دو فورما. اشنو كنا كنديرو ديجا؟ كنا كنديرو لادريس ديال تي اي. دابا شنو غنديرو؟ غنديرو يوسف نديرو بي، لان بي هو اصلا فيه لادريس. دونك غادي نتهناو من ديك لادريس، وكل مره كي بوينتي على واحد من لي زاليمون ديال الطابلو. دونك غادي نجربو هاد لا شوز هادي. دونك غادي نيكزيكوتي نشوف واش صحيح. دونك غادي كومبيلي. دابا مازال ما درتش لي كالكول، ولكن جوست باش نتيستيو. شوفو مزيان دابا عندنا تي زيرو، انا افيكتي ليه خمسة مثلا، تلاتة ستة ربعة جوج خمسة، نورمالمون خصو يحبس هنا دات اونطخي، خصو يحبس البروغرام. فوالا دونك هذا هو ليكزومبل اللي غادي نبقاو نستعملو في هاد لا فيديو ولا فيديو اللي جاي ديال لي بوينتور، باش نبداو نديرو غومبليساج ديال الطابلو. دونك هادي هي الطريقة اون اوتيليزون لي بوينتور بلا الاستعمال ديال شي حاجة أخرى. دابا غندوزو ليتاب سويفونت هي نحسبو لا سوم. كما كتعرفوا هذه طريقه كنا شناها، دونك الصوم كان افيكتي لي زيرو او جي، ومن بعد كنبدل القيمه ديالو. غادي نخدم بهاد لا بوكل لا ميم شوز. دونك عندنا بي غادي يمشي من اول اليمون حتى لاخر اليمون في الطابلو، نوتيليزون توجور لي بوينتور. و اشاك فوا شنو غادي نافيكتي الاس؟ عند افيكتي الاس القديم بلس اش، ما خصنيش ندير بي لان بي هي لادريس، لادريس اللي فيها لادريس ديال ليليمون تي اي مثلا، ولكن باش ندخل داك تي اي كندير هنا ايطوال. فوالا وفي الاخير كنافيشي لا سوم.
Donc l'adresse, donc la somme des éléments du tableau est, donc on dirait pourcentage D, on va mettre là, on dirait S, on va voir. D'abord on va tester, on dirait exécuter, compiler, on va l'élément le premier, le deuxième, le troisième. On va mettre le 0. Donc il y a 2, 5, 3, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Voilà, donc on va mettre là, donc il y a des valeurs autres. Donc عشوائيا هاد لي فالور دونك غتعطينا هاد لا سوم هادا الوغ هذا كان اكزومبل ديال رومبليساج وكذلك دي كالكول على واحد الطابلو اونتيليزون لي بوينتور. دابا غندوزو لواحد ليكزومبل اخر. فهاد ليكزومبل غادي نكتبو واحد البروغرام حتى هو كيخلينا نسيزيو 10 ديال لي زيليمون فواحد الطابلو تي. من بعد البروغرام كيحدد شكون هو المينيموم فدوك لي زيليمون ديال الطابلو تي. مثلا الى دخلت هاد الطابلو هذا غادي يقول لي ان المينيموم هو ناقص 4. دابا غادي نمشيو لكود بلوكس نحاولو نقادو هاد ليكزيرسيس. لا سوليسيون اللي كان عندي ديجا هو هذا. دونك هنا غادي نستعمل 10 ديال لي زيليمون ماشي 6. غادي يكون عندي الفاريابل بلاص هذا غادي يكون عندنا مين. من بعد غادي يكون عندنا بي حتى بي كي بوينتي على تي. من بعد ندخلو لي زيليمون ديال شكون ديال الطابلو تي هنا تي زائد 10. فوالا ابخي ليتاب سويفونت هي انني غادي نحدد المينيموم. باش نحدد المينيموم بهذه الطريقه كنا شفناها المين كنافيكتي ليه اول اليمون في الطابلو سواء كنافيكتي ليه بهذه الطريقه هذه كندير تي 0 الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه هو ان مين افيكتي لي اش نافيكتي لي ايطوال تي بوان فيغول. هنا كما قلنا تي كي بوينت على اول اليمون في الطابلو درت ايطوال يعني الكونتوني ديال اول اليمون في الطابلو. الطريقه الثالثه الطريقه كتبغي انني نبدل بعدا بي نعاود انيسياليزي حيت هنا بي ولا كي بوينت على اخر اليمون في الطابلو حيت كيتبدل هنا. عاد من بعد امين كنافيكتي لي اش كنافيكتي ليها ايطوال بي. دونك هادو ثلاثه ديال الطرق ممكن تختاروا اي طريقه باش انيسياليزيو المين باول اليمون في الطابلو. غنخدمو بهذه الطريقه ديال لي بوينتور غنديرو ايطوال تي. من بعد غادي نمشيو مع اش من بي ايغال تي زائد واحد. علاش؟ حيت اول اليمون اعتبرناه هو المين. غنمشيو حتى ل بي اصغر من او يساوي 10 بي بلس بلس و اشاك فوا غنديرو هاد لا كومباريزون. اف في الحاله المين كان سوبيريور ا ايطوال بي اشنو غادي نديرو؟ المين غادي نافيكتي ليه ايطوال في الحالة بي بوان فيغ. دونك هاد هاد المين لقينا اكبر من واحد ليليمون اخر كاين في الطابلو. داك المين كتولي فيه الكونتوني ديال داك ليليمون اللي لقينا صغر من داك المين. وبالتالي كتبقى لي اخر حاجة هو نافيشي نكتب لو مينيموم دي زيليمون دو طابلو اي في الاخر بعد ندير مين. دابا غنتيستي نشوف واش كانت شي كلشي صحيح. بري غاني كومبيلي. دونك غندخل اول اليمون 8 جوج غندخل لي فالور لي هما اليطوار. دونك هنا غادي نوصل تسعود خصو يحبس نورمالمون. الا شنا المين ديال هادو شكون هو ناقص 15 غنكزيكوتي وفوالا عطانا ناقص 15. فوالا هذا كان اكزارسيس الرابع في هذا الفيديو هذا توجور العلاقه اونتر لي بوينتور مع لي طابلو. في الفيديو اللي غادي يجي غنشوفوا عشرة ديال لي زيكزيرسيس عندهم علاقه مع لي بوينتور باش تفهموا اكثر الاستعمال ديال لي بوينتور.